السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكون الصحه ديالكم جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو دا غنشارك معكم الكسكسو بالمجبنه والكرداس، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. كما كتشوفوا معايا البنات، هنا عندي واحد الكرداسه، عندي المجبنه اللي معمره بالعشوب، حبرشال معمره بالحلبه والثومه، يعني وراس الحانوت كما كتشوفوا عندي، يعني مصايبها ومكرمها في الشمس، يعني صوبتها في العيد الكبير. هنايا البنات غسلتها مزيان، من الاحسن البنات ترطبوها، يعني كتخليوها كا واحد ساعه في الماء كان ولا نص ساعه في الماء. انا درت ليها غير ما عادي، وتقدروا ديروا ليها مع طايب باش يعني باش ترطب لكم دغيا، وتحيد منها حتى الاوساخ الا فيها شي كشي وسخ من الفوق كيتحيد. هنايا عندي البصله، وغادي ندير معها البصله ومطيشه والحمص. صافي كما قلت لكم قطعت البصله، دابا غنقطع المطيشه. وبالنسبه للخضره البنات كديروا داكشي كيبقى على حسب الرغبه، يعني انا درت من بعد تشوفوا معايا قطعت شويه ديال الخيزو شويه ديال اللفت، ودرت واحد البطاطا لانه حنا كتعجبنا ناكلو البطاطا في الكسكسو. المهم البنات صافي قطعت ديك المطيشه وديك البصله، ودابا غادي ندير العطريه، غادي نضيفوا العطريه كامله، يعني كاع العطريه لهادي اللي كنديرو، يعني عندي الخرقوم، عندي معلقه ديال الخرقوم، عندي الابزار معلقه ديال الابزار، عندي معلقه ديال السكينجبير، ودرت انايا جوج مغرفات ديال الزيت، زيت ديال يعني زيت المائده. وغادي ندير نرد الكوكوط ديالي تشحر مزيان حتى كتشحر ديك البصيله وماطيش حتى كيذوبوا. كما كتشوفوا معايا البصله وماطيشه تشحروا مزيان مع ديك العطريه كلها، تشحروا مزيان مزيان مزيان. وما كديروش البنات الملح، ما ديروهاش لانه يعني الكرداس كيكون مالح، وحتى المجبنه حتى هي مع داك يعني ملي كديروا العشوب يعني دوك العشوب مع داك الحيمات، ويعني وديك الشحيمه اللي كنعمروا بها يعني المجبنه راه كتكون مالحه. من الاحسن خليو حتى الاخر، حتى الاخر كاع وذوقوا، الا خص الملح تزيدوه، الا ما خصوش صافي كتخليه هكاك. صافي غادي نضيف عليه الماء، وغادي نسد عليه، وغادي نخليه حتى يطيب واحد ساعه د المقاله حتى يطيب لي الكرداس والمجبنه. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي القرعه الحمراء، غسلتها مزيان ونقيتها وقطعتها، وغندير لها شويه هكا يعني ندير لها يعني شويه كنكثروا شويه الملح باش كتشرب مزيان ديك هذيك الملحه، باش ما كتجيش باسله، كتجي بنينه. هنايا ما درتش الحمص كامل، درت غير النص صافي. داكشي اللي بقى غادي نديرو في الفريكو. هنايا عندي الخضيره، هنايا البنات عندي واحد ربعه ديال الحبات ديال المطيشه، غسلتهم مزيان وحكيتهم في الحكاك الميه، غادي نخليهم على جنب. وغادي نجيب القصريه ديالي باش غادي نفتل ان شاء الله الكسكسو ديالي. عندي بالنسبه يعني للسميده كتاخذوا نتوما على حساب الافراد العائله ديالكم، واش نص كيلو ولا كيلو وربع ولا كيلو ديال السميده، يعني السميده الغليظه ديال الكسكسو اللي معروفه باش كنصاوبوا كسكسو. ملي عندي القصريه ديالي غادي نخوي السميده ديالي اللي عندي، وان شاء الله غادي نفتلها معكم، يعني طريقه سهله وما صعيبه ما والو. كاين مثلا كيخاف من السميده كيقول خصني نفتلها، وكل ما كيعرفش يفتل. بصراحة انا البنات انا ما كنتش كنعرف يعني كنفتل، يعني كنخاف منها، كانت غير الوالده مسكينه هي اللي كانت يعني كتصاوب لنا الطعام، انا كنصاوب لها ديك المرقه والخضيره وداكشي، وهي كانت كتفتلو. ملي جيت عند عكوستي وراتني كيفاش، يعني طريقه سهله. من بعد المرات تقدري ما ديريش كاع الطحين، يعني كتشدي غير شويه الماء هكا كتشربي مزيان ديك السميده صافي، وتديريها يعني كدوزيها في الغربال باش ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات. مي الا بغيتوها يعني تجيكم رقيقه بلا ما ديروا لها الطحينه، بغيتوها كتجيكم بحال شكل الكسكسو، يعني بحال شكل الطعام صافي. كتزيدوا كديروا شويه ديال الماء وتتفتلوه مزيان، وتزيدوا الطحين. وتقدروا لما بغيتوش تفتلو بالفورس كتقدروا تفتلو بسبيسيان بالفينو، بالطحين الفينو، كتبقاو ترشوا حتى هو هكايا وتتفتلو صافي، حتى كتحصلوا على دوك الحبيبات ديال الكسكسو صافي. وغادي ندوزو ان شاء الله في الغربال، هذاك البصير تنقولوا ليه حنايا بصير، داك اللي كيكون عوينه ديالو كبار ديال القمح، فين كيفاش كيصيروا القمح هو هذا، يعني الغربال الكبير اللي عويناتو واسعين صافي. وغادي نخليه على جنب حتى طيب الكوكوط، يعني تطيب الكرداس والمجبنه، عاد ان شاء الله غادي نردو في البرمه باش يطيب.
كما كتشوف معايا البنات اني راه طابت، يعني الكوكوط عندي راه دازت عليها ساعد المكانه، يعني الكرداس دخل فيه الطياب مزيان، وحتى المجبنه ديالي حتى هي دخل فيها الطياب. هنايا غادي نشد ديك الخضره، غنشد ديك الفيتات اللي عندي، غادي نقسمهم على جوج، وغندير داك خيزو، ديك البطاطا اللي عندي، وديك الربيطه ديال القزبر ومعدنوس، وديك مطيشه اللي حكيت، غادي نديرهم عندي هنا في البرمه. صافي راه دخل فيه، يعني راه مابقاش ليهم بزاف باش يطيبوا، يعني دخل فيهم الطياب مزيان. صافي وديك غادي نشل الكوكوط ديالي. صافي كما كتشوفوا، وغادي نردها فوق النار، يعني غادي نديروا الماء البنات الماء الكافي اللي غادي يطيب الخضره ديالنا فيه. صافي وغادي نغطيها بالغلقه ديال الكوكوط. صافي غادي نجيب الكسكاس ديالي، غادي ندير الطعم ديالي من بعد ما فتلتو. صافي كما كتشوفوا كتخليوه، صافي من بعد ما درتو في الكسكاس غادي نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه، وان شاء الله ونرجع معكم. صافي كما كتشوف معايا البنات، هنايا راه الكسكسو ديالي راه طلع فيه، يعني راه خليته تقريبا شي 20 دقيقه حتى طلع فيه الصفار مزيان، وغادي نعاود ليه. غادي ندير ليه الماء، كديروا ليه الماء الكافي، يعني ما خصكم تحضيو عاوتاني كثرتوا ليه الماء بزاف غادي يجيكم معجن. ديروا ليه الماء يعني بالقياس، القياس اللي غادي تشرب اللي غتشرب ليكم السميده. صافي وكتخليوه هكا واحد 5 دقائق، وان شاء الله نرجعوا ليه. كما كتشوفوا معايا البنات، من بعد ما خليت الطعم ديالي يشرب داك الماء مزيان حتى كينشف، يعني كديروا الماء خصكم تردوا البال ديروا بالقياس اللي غادي يخلي السميده ديالكم يعني الطعم ديالكم يرطب، وفي الوقت ما يتعجنش ليكم. صافي غادي نردوا ايفور، ملي غادي يدخل يطلع فيه الفار، يعني هذه التفيره الثانيه، ملي نشوفو طالع فيه الفار غادي نلوح فيه القرعه الحمراء، ما كنديرهاش انا من الاول باش هي اصلا هي كطيب هي كتهرى، ما كديروهاش حتى الفوره الثانيه حتى كيطلع، يعني كتشوفوا الفار طلع في الكسكسو عاد تنلوحوه. كما كتشوفوا البنات هنا عندي الكسكسو راه فار، طلع فيه فار، يعني كنخلي ديك 20 دقيقه هذيك 25 كتخليوه حتى كتشوفوا يعني طلع فيه الفار مزيان. وبالنسبه لاني البرمه ديالكم كتردوا معها البال اللي شفتوها نشفات ولا شي حاجه كتزيدوا فيها الماء. صافي غادي نضيف لها شويه ديال الملح، وهاد يعني ملي تديروا الملح في الطعام يعني هكا في الكسكسو ولا في السميده راه كتعطيه واحد البنه وشويه ديال الزيت البلديه، كتعطيه واحد الذوق زوين كيجي بنين، يعني الملحه كتخلي داك الطعام ما كيجيش باسل، كيجي حتى هو بنين. يعني الا ما درتوش مثلا الملح هكا في السميده ولا في الطعام راه تيجي واخا يعني تكون المرقه ديالكم بنينه ويعني وزوينه، ولكن خاصة الطعام حتى هو تنديروا ليه الملحه ونديروا شويه ديال الزيت البلديه باش كنكهوه باش كيجي يعني فيه المذاق باش كيجي حتى هو بنين. صافي كما كتشوفوا غادي نضيف الماء الكافي وغادي نخليه يرتاح، هذه اخر يعني هذه اخر تعويده، غادي نعاودوا ليه دابا ونخليوه يرتاح، ومن بعد ان شاء الله غادي نديروه في الكسكاس ونخليه فور اخر اخر تفويره، يعني كنفوروه ثلاثة المرات السميده ضروري ما خصنا نفورها ثلاثة المرات باش كطيب مزيان باش ما كضرناش. كما كتشوفوا معايا البنات، من ما خلينا الطعم ديالنا يشرب داك الماء مزيان، يعني كنخليوه حتى كينشف. صافي وكنجيو كنبقاو نديروا ليه هاد العمليه هادي كما كتشوفوا زين، لكن شي حبه هكايا دايره كنفكوها، يعني صافي كنبقاو نفتلوه بهذا الشكل هذا. صافي وان شاء الله غادي نردوه يعني يفور، وهذه هي اخر تفويره مع داك العشوب، يعني داك المجبنه عامره بالعشوب والقديد، بصراحه الريحه كلها الدار كلها عامره بديك الريحه،
وديك الريحه ديال العشوب اللي كاينين في الجبنه مجهدين بزاف بزاف، خصوصا في البرد هاد الوصفه هذه غزاله ديال الجبنه كما كتشوفوا كتجي بنينه بزاف، خصوصا اللي كيحمق على العشوب هادشي السخون كيجي المذاق ديالو رائع رائع. صافي وغادي نخليه يطلع في اخر تفويره كما كتشوفوا معايا البنات. الطعم ديالنا طاب، صافي غادي نشدو غادي نبردو في ديك القصريه حكم حنا ما كاينينش يعني كاملين، كاين غير انا وراجلي يعني ما غاديش ندير القصريه كامله، غادي نديرها يعني بزاف غيبقى يضيع. صافي غير غنشدو غادي نبردو. هنايا راه يعني هنايا المجبنه والكرداس قطعتهم كما كتشوفوا، يعني عكوزتي وجدة كتمشات عند شي خوالاتي وعكوزتي وشيخي ما كاينينش ديك الوقيته، كانوا مشاو عند عكوزتي كانت مريضه حالتها يعني كانت في خطر، كان غير وصلوا عندها يعني قلت لهم امشي كل شي يومين ماتت الله يرحمها، بغيتكم تدعيو معاها بالرحمه يا ربي. ومن هذا الفيديو هذا كنبغي نعزي يعني كنعزي ولادها وبناتها وخزيتهم في التليفون، المهم كنبغي نعزيهم من هذا الفيديو هذا، كنقول لهم الله يصبركم والله يرحمها والله يرحم موتنا المسلمين يا رب. كنتمني ان شاء الله تدعيو معاها بالرحمه، واي واحد مات الله يرحمه والله يطول في عمر اللي باقيين حيين. المهم البنات كما كتشوفوا راه غادي ندير غير في غادي ندير غير في القصريه يعني غير في الطبيس غير في التبصيل، ما غاديش ندير في القصريه حيت حنا ما كاينينش بزاف يعني كما قلت لكم رانا ورجلي ما غاديش نقدو ما في الايام العاديه ملي كنكونوا كاملين راه كناكلوا في القصريه، يعني كان كيعجبني انا ناكل يعني كلنا تقريبا كناكلوا بيدينا. صافي البنات كما كتشوفوا وغادي نسقي الطعام ديالي، درتو في الطبيسيل هذا يعني درت غير القياس. صافي كما كتشوفوا غادي نسقي الطعام ديالي. بصراحه ديك المجبنه وداك يعني داك الكرداس كيجي زوين زوين، حس اللي كيعجبو هادشي ديال العشوب بصراحه المذاق خطير خطير، واحد المذاق بنين بنين ومجهد بصراحه كيجي مذاق زوين، وهذا الشيء هذا كيجي يعني كيجي زوين في وقيته البرد. كما كتشوفوا معايا هذا هو الكسكسو ديال البنات، مشيتكم حقكم في الجنه كما كتشوفوا كيجي بنين بنين بزاف، وكتجي ديك المرقه خاتره كتجي خاتره وبنينه وداك المذاق رائع. بالصحه والراحه، ما تنساوش الا عجبتكم القناه تشتركوا فيها، ولا عجبكم الفيديو ديروا ليه جيم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.